ورود العبد الله، انا اول مره اشارك معاكم بس متابعتكم من بدايتكم وبرنامجكم اعتبره نمبر 1 وحبيت امسي عليكم. الله يمسي عليك بالخير حبيبتي ورود وحياك الله ويانا. عندنا محمد الشاوي قلت هذا شفت اقول لك ورود، انت من اي نوع؟ من الجوري ولا العنبر ولا ابويا محمد؟ ما ادري شفت عرفتي بس شي احب اضحك. انزين خلينا ندش تويتر لان تويتر لان انت ما شاء الله عليك يعني في واحده كانت تويتريه. انزين عندنا نجود تقول السلبيات ان مسلسل بدون لا خليني ارجع كل الغلا شوجي تقول ان كل مسلسل تمثل فيه شوجي يكون احلى مسلسل، اكيد ما شاء الله عليها مبدعه. وعندنا نجود تقول السلبيات ان المسلسلات بدون هدف وما يراعون ان في اهالي يتابعون المسلسل. طبعا بعض المسلسلات مو كلهم المفروض اساسا هم يحطون على المسلسلات ان فوق 18 ولا فوق 15 ولا فوق. ميمي انت سمعتي ريم الراشديه شو تقول؟ تقول محمد انت شو اسمه، انا اقصد انت ما يحتاج تحط عدسات وتصبغ، يعني قصدك ان انا جميل جمال ماليش مثال. انا يعني يعجبني اللي رفع حق نفسه يعني. انا والله طبعا ادري، انا ادري ان انا يعني جيكر بس يعني عرفت المثل اللي يقول الشاذي بعين امه غزال يمه، انا شاذي بعين غزال في ديتك اهم شيء. انزين ميمي شفتي افلام سلسله ماي منو رن رن ايفل ما شنو ايش رايك فيها؟ لا اكيد مو حلو. زياد الحربي ريزيدنت ايفل، اي ريزيدنت ايفل تكفون منو بيعلق على ريزيدنت ايفل حده حلو هو بريزن بريك. سعود يعني. لانزي يقول لك شريفه بس ممكن يا ريت يعني لو تستعجلين بموضوع تبديد البرنامج انا اطالب بالموضوع هذا. فش يبي البرنامج يعني ساعتين يبي يصير ساعتين فشنو تردين عليه؟ الساعه كم تقول لك؟ اوكي 6 الحين. انزين عندنا اللوش ميمي طالعه كيوت ثانك يو حبيبتي. زياد الحربي احلى مسلسل العشق الممنوع. صح العشق الممنوع كان فيه قصه، كان في شيء حلو. العشق الممنوع سمر، سمر وخليل. إيه سمر وخليل اسمه خليل. إيه؟ كان مسلسل كان خليل اسمه، لا هو اسمه بهلول بالصج. إيه بس إيه هو اسمه خليل. اوكي المهم على فكره يعني طلع يعني 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 احنا يعني مسلسل سمر جميل جدا وكان فيه بكي، بس يعني اللي انا كرهته بالموضوع انه شلون المره يعني تجي تخون رجلها والوضع هذا، هذا شيء صراحه احنا يعني ما نرضى. فاتوقع ان في وايد من الحريم والبنات اللي تقمصوا شخصيه سمر وينا وقام يطلعون بالشوارع يدورون لهم واحد كنا مهند ويبون ينتحرون ويبون ينتحرون ويبون يحبون. والخيانه ترى الخيانه بحد ذاتها شيء يعني انا ما فديتك لا تخليني تقول انا اول مره اعلق معاكم بالفيسبوك وحابه اقول لك ميمي ان انت وحمود حدكم كيوت ونايس ومنورين البرنامج وفاقدينك يا اسرار ثانك يو حبيبتي. دنيا اليوسف تقول اليوم انت وروعه حبيبتي تسلمين. ريم الراشدي تقول حمود الله يحفظك الله يسلمك. ورود العبد الله تقول حمود عاش بس سمعنا اغنيه عالطاير. انزين اخ نسمعكم اغنيه عالطاير يلا غنى يا زعلان يا زعلان خليت قلبي حيران ما قلت لك يا حبيبي بطل دلع من زمان لما ترد السلام وين الغزل والغرام راضيني ولا بروح واسيب لك هالمكان لا تخلي راسك عنيد كثر الدلع ما يفيد يا ما خذل عقلي كله غيرك ابد ما اريد اتعبتني يا حنون والعقل صابه جنون راضيني ولا بروح واسيب لك هالمكان واسيب لك هالمكان. الله شكرا تشجيع؟ يلا صفقي. لا لا ورد لا ورد لا ما اقدر لحظه لحظه شوي شوي. انزين ولد بديب لا ما اقدرش عليهم. انزين طبعا ها مسلسلات تركيه انت قلت شنو الحلو فيها؟ انا قلت اي قلت شنو الحلو فيها وقلت شنو يعني المسلسلات اللي اساسا مو مفروض احنا نطلعها. شوف المخضرم عاشه وعاشه ورا ورا اسمح ورا ايوه اسمح. ايوه اسمح يا مخضرم اسمح. انزين ريم الراشدي يا عيني على الصوت تسلم يا زعلان. ورود العبد الله الله ثانكس حمود الله عليك يا زعلان يا زعلان وعاش حمود روان احلى صوت والله. ريم مو حلوه فكره العشق الممنوع فاهمين الحب فاهمينه غلط ممكن تفهمونا الحب الصح لان لا شوفي يعني الغلط بالموضوع ان قصدهم يمكن نفس وجهه نظري انا انا ايد موضوع حب ايد موضوع انه مثلا واحد يحب واحده وبعدين يصير مثلا بينهم تاتش تقوم هي تصير يعني مثلا
فيها نوع من النقص الحنان او هذا، تضطر ان انت بتحب واحد بالفتره هذه عشان تملي فراغها، تقوم ما تدري ان هي قلبها وحبيبها اللي يحبها صدق قلبه قاعد يحترق عليها نيجي اوكي، وانه يحاول انه صدق يتعب عليها عشان يردها. انا كذي مع القصص هذه احب، لكن مو موضوع ان انا مثلا يعني تخيل انت شوف الخيانه من اي ناحيه. انا اول شيء خنت عمي، يعني هذا نوع ما في من الاحترام ولا الادب زين، وهي يعني وهي خانت ريلها. هل يعقل انسان صائح يعني صاحي او عاقل او واعي اني انا مثلا اخون عمي اخو ابوي؟ يعني ما يصير. هو مو اخو ابوه، رفيج ابوه. لا عمه. لا 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 انت ما فهمت الوضع، هو اساسا رفيج ابوه، ابوه توفى وهو اللي رباه. تبناه؟ رباه. حتى لو كان رباه. زين شلون تسمح حق نفسها امرأة تكون على ذمة ريال وريلها؟ يا محمد شوف في يعني انا هذه القصة صراحة يعني انا صراحة ما ايدها. ليش؟ عشان اذا دشت لمجتمعاتنا العربية وفي عندنا احنا قلة وعي من بعض النساء، يعني بعض الحريم، يعني مع احترامي لكم يعني لهم ناقصات عقل ودين، ان تفكيرهم يصير بالمرة ضارب. يعني عندها سرعة. حمود بصراحة انت كم مرة حبيت وانت الحين تعيش حالة حب؟ منو هذه؟ كتكات. منو كتكات؟ كتكات شوفي قالت مخرجتنا وعلي عليك اخ وعلي علي بس هذا وعلي علي اوكي يعني ما في حب. انزين خل اقول لكم بعدين حتى لو كان فيه حتى لو كان روان صالح تقول حمود وميمي نبيكم تيون السعوديه في ديت قلوبكم. منو منو منو؟ روان صالح. شنو تبينا؟ تبينا نروح السعوديه. بعدين انا احب امي وابوي، احبهم حب ما لا حدود. انزين واحب كل شيء انت تحب. اسمع روان صالح تقول تبينا نروح السعوديه ان شاء الله ان شاء الله. روان اذا انت دزيتي لنا انا مليون مره اقولها، اي حد يبينا نسافر ونيه عنده يطرش لنا البوكيت ماني ويطرش لنا تذاكر السفر، وما عليكم الا رضائكم هو هدفنا، واتصلوا بنا الان فلا تترددوا، راح تلاقونا موجودين يعني بقلب الحدث بالمطار. يا ريت يعني مخرجتنا شريفه تحطين تحت الشاشه ان احنا نطالب بالبوكيت ماني وبالتيكت، وهذه طبعا مشاركه الفيسبوك وفيسبوك جاذرينج شو. تويتر طبعا انت قولي ميمي انا ما اعرف التويتر @جاذرينج شو. شوفوا المشاركه زين وطنيه فيفا. لا 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 الله شنو هذا زين وطنيه فيفا؟ الناس تدق علينا يعني ولا شنو؟ عشان ايه عشان هذه سوري هذه طبعا مخرجتنا والله يعطيك الف عافيه صراحه اذا قاعد تتعبين معنا، هذه الارقام عشان يعني تقدرون تدقون تواصلون ويانا عشان تعطونا تذاكر وبوكيت ماني، وان شاء الله احنا راح نكون عندكم، وها شرط بالويكند بس يعني نيكم يم السبت ورد على طول عشان نطلع لكم يوم الاحد وحبتين. انزين ما راح اقرا عشانك والله ما راح اقرا عشان الريم بس ما راح اقرا. ليش ليش اقري؟ لا لا مو على الهواء. انزين سعود العنزي حمود انت تحب جمهورك وهذا كافي. انا والله صراحه يعني يعني مخرجتنا انت يعني انت تعرفين شنو في عندنا بال بال بالاستديو صح؟ داخل الاستديو؟ بلا لا مو مو عصافير. انت عندنا بالاستديو شنو؟ فاللي عندنا بالاستديو قاعد يقول لي قول على الهواء انا شو اسمه، فانا قاعد اقول له لازم اول شيء هناك اللي داخل يقول لي ابروف عشان انا اقول المفاجاه الجميله الحلوه، فكيف تطويت الامر؟ لا طبعا شوف اللي يبي الشيء يقوله بنفسه. ايه بعدين اللي يبي الشيء يلبس ويدخل ويتهندس ويتشكشك يعني يمشي ويطق لنا ابو حواش فكيفك؟ لان اللي يبي الشيء يسوي، خصوصا ان احنا باقي تقريبا 10 دقائق. لا لا مو 10 دقائق، ربع ساعة. حياك الله تعال. ثاني مرة يسوونها بعض الناس. اللي يضحك بالموضوع انه كنا قاعد كذي عرفتي بتصوير. لا لا هو مخرجتنا مو خايف ولا يستحي، بس عرفتي كذي الحين معطيني احساس انه قاعد بلوكيشن. لا قاعد بلوكيشن تصوير وقاعد يخرج. ايوه انزين شو المخضرمه في الدتري لابسه رمادي، انت قولي لي اي لون لابسه وانا اردها لك. انزين لهفه خفوق عسى ما شر وين اسرار ما اشوفها، ما شر حبيبتي اسرار عندها حفله تخرج. ميمي غني يا احلى ميمي. الله انا اغني؟ ما شاء الله انت شكلك ما سمعتي صوتي يوم الخميس اللي طاف. لهفه خفوقي بتقول عسى ما شر وين اسرار وينها ما اشوفها. ايوه انا قاكت اسرار يبا ترى متواجده اليوم في حفله تخرجها، قاعد تسوي بروفه عشان باكر عندها حفله تخرج، واكيد باكر انا وميمي بعد ما نخلص من الهواء راح اروح حق اسرار عشان نسوي لها تغطيه جميله جدا. طال المطير ان شاء الله وباكر الصبح طبعا عندي عندي تعب مع مخرجتي. انزين طلال المطير ان شاء الله تقرا مشاركاتي. طلال انا قاعد اقرا تصوير طبعا حق برنامج احب الكويت، وانا اكيد احبكم واحب كل الدول العربيه واحب كل الدول الخليجيه، وبعدين يعني لا طبعا. انزين
انا كنت بقول شيء بس الصراحه راح عن بالي. اي كنت بقول عن المشاهد كنت بقول عن المشاهد اللي قاعد يطالع المسلسل. المشاهد ينقسم، المشاهدين ينقسمون الى اقسام. في مشاهدين يتاثرون بالمسلسل، يعني يتاثرون وايد وايد، يعني دموع وبكي، وممكن المسلسل ياثر بحياتهم وتصرفاتهم، وممكن يتقمصون شخصيه احد الممثلين بهذا المسلسل، سواء كانت بنيه او صبي ميمي. او بطله. دنيا يوسف تقول لك يا ريت بس تغنين لنا اغنيه ميمي، غني يا احلى ميمي تقول لك. يا حمود انت قاعد تعيد اللي انا قريته. بس انت ما قريتي. قريته وقلت لها شكلك ما سمعتي صوتي يوم الخميس. بس صدق غنت عبالي حبيب. لا غنيت انت لمين انت الي. انت لمين؟ يلا ميمي يلا اعطيني. لا ما راح اغني. ما راح اغني. يعني عرفتي انت غنيها وانا اسوي نفسي يعني ان انا قاعد اسوي. لا 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 اخجل 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 ما اقدر. انا اسيح. انزين فشو اسمه؟ فقلت ان المشاهد اللي تاثر بالمسلسل ممكن انه ياثر عليه بجوانب حياته. صح. ممكن انه يعني في ناس فيهم هوس صدق ما يقدر يعني ما يطلع من البيت عشان يشوف المسلسل. ممكن انه يعني ابي اسوي نفس شعر فلانه، ابي البس نفس لبس فلانه. لا يعني انا لاحظت بمسلسل العشق الممنوع ملابس سمر. اي قاموا يعيشون. اي ملابس سمر. لاحظت شو اسمه شو اسمه طبعا ما شاء الله عليه المبدع اللي هو اللي قاعد يصمم ملابس اسرار حجي. أيه؟ انزين اللي هو طبعا يوسف حجي. يعني ما شاء الله عليه، يعني لما قاعد اتكلم انا قاعد اقول ان انت ستايل اللبس اللي انت قاعد تسويه قاعد يحسسني بمسلسلات. عشان يقول لي انا كنت اتابع مسلسل العشق الممنوع واحب سمر. يعني شوفي تخيلي. أيه؟ كان قاعد يعني ياخذ أثر. أيه؟ يعني اثر علي. انا اعرف بنات من رفيجاتي قاموا ياخذون شوف مسلسل العشق الممنوع سمر وامها كانوا ذويقين الصراحه بلبسهم. كانوا كل يوم يطلعون بلبس غير ولبس وايد روعه. ففي بنات كانوا ياخذون الصور مالتهم يروحون يصممون ويصبغون نفس الشعر ويسوون نفس التسريحات لدرجه انه يعني صار فيهم هوس. اي وايد وايد ناس يتاثرون معنويا ومن المسلسلات. عندنا شيء ثاني المشاهد اللي ما يتاثر، هذا اللي كلش ما تفرق عنده، طلع مسلسل شاف مسلسل ما شاف مسلسل، يشوف مسلسل الاستمتاع فقط مو عشان بس مو عشان ياثر فيه. الشيء اللي انا اتمنى يركزون عليه هني عندنا سواء على مستوى الخليج او على مستوى الوطن العربي ما يركزون عليه، اللي هو الممثلين والممثلات شلون يختارونهم. احنا لما نشوف يعني مثلا الفيلم اللي لاحظت فيها الشيء فيلم تيكن، فيلم اجنبي، الابو البنيه تشابه الابو وتشابه الام، يعني في هذا الشبه الملامح اللي تحس كأنهم كنا بنتهم صج بس هي مو بنتهم صج. انزين لانه يختارون عدل يدورون عدل، مو شرط ممكن يعني ممكن يكون بطل قديم بس انه لا يبوله ناس على نفس الملامح نفس البوها. هني عندنا ما عندنا هالسالفه. ميمي هذا فكر الابو ميمي والبنات. سمعي هذا فكر اخراجي، يعني لدرجه حتى الاطفال يبونهم ملامحهم تشبه العائله، عرفتي؟ لكن هني تلاقين الابو اسمر الولد اشقر البنت بيضة الام خاله، شلون؟ لا تساليني. هذا مسلسل اسمه كوكتيل صراحة والله العظيم. غير كذي انه عندنا مشكلة اللي هي يعني ما يخلون المخرج يفكر بالشخصية اللي هو يبيها. خلاص يعني مثلا المخرج يبي شخصية واحد هتلي ومعصب ونجري وهذا، يبون لك واحد سديتك. لا تخليني تقولي ميمي وين تحصلين هالشبه؟ تبين اعطيك مثال؟ يعني ممكن بجمعية تكونين ماشية، ممكن المخرج يكون بجمعية. المخرجين برا. اي طبعا بامريكا. المخرجين برا بامريكا مو احنا ما قاعد نتكلم. ما عندنا. ممكن بجمعية مصر بعد ممكن كذي افكار المخرجين. مو دائما. انزين لا بس مو دائما. بس انه يعني بس انه يعني شوفي بمصر والافلام اللي هي البوليوود زين مالت الافلام الهندية ما اتابع افلام هندية فما انا انا اتابع افلام هندية ودائما اشوف شنو المصري قله مو دائما. لا لاحظت اخطاء مو الاخطاء سوري ميمي لاحظت اخطاء التركيبه. إيه بس لا بس قصدي يعني انه دائما في يعني عادي مثلا مخرج يبي شخصيه البطل هذا ولد حواري لازم وياه يكون صدق يعطي انه هو صدق ولد حواري ولد هذا ولد منطقه ولد بلد. بس خليني اقول انه شلون يلقون الشبه؟ ممكن المخرج يكون ماشي بجمعيه يشوف وحده فيها ملامح فيها البوها على الاقل ياخذها على طول. اي ياخذها. شريفه ليش ما قلتي لي انها ما شاء الله عليك. زين ياخذها ويسوي لها كاستنج. اوكي نفعت نفعت ما نفعت خلاص مو لازم. يعني ممكن هناك اي واحد بالصدفه يصير ممثل عكس اللي عندنا هني. ما طبعا عندنا هالسالفه. هني طبعا عندنا ما شاء الله عليهم يعني شباب الطيبه اسمك ينزل بلائحه الفنانين تنزل على طول اسمك ينسحب يجيبون لك واحد ثاني على طول. هذه مو كذي طويل العمر اكيد كذي بس هذا معروفه يعني تطبيل تايم وكله يعني يحاول يخرب على ده وده يخرب على ده
وطبعا على قولة اخواننا المصريين لو تجري قري الوحوش غير رزقك ما حتحوش، وتاني مره اقولها دي وربنا اخش على